أعزائي طلبة سكندري 2 تانية ثانوي لغات، هنقسم مع بعض ليسون 6 قسمناها 2 بارتس. هناخد النهاردة البارت الأولاني ليسون 6 بعنوان Solving Absolute Value Equation and Inequality، حل معادلات القيمة المطلقة. معادلات القيمة المطلقة احنا بنحلها بطريقتين graphically methods. نفرض ان الدالة الاولانية فليكن اف اكس دي، والدالة التانية جي اكس، ونقطة تقاطع الدالتين اكس وان واكس تو، ده يبقى ده السوليوشن ست بتاعنا. ده الحل الاول بطريقة الجرافيكالي. الحل التاني بجيب لك ميثود، بناخد القيمة اللي جوه الابسلوت فاليو ونقول ان هي اكبر من او تساوي صفر، وناخد القيمة نفس القيمة ونقول ان هي اقل من صفر ومتساويها بناقص اكس. ده الحل الجبري، هيبان في الاكزامبل الجاي. بقى قبل ما ناخد الاكزامبل هناخد بعض البروبارتس للابسولوت فاليو. الابسولوت فاليو اي قيمة اكبر من او تساوي صفر، يعني الابسولوت فاليو الواحد بواحد، absolute value minus 5 5، absolute value 3 3، absolute value دايما اكبر من او تساوي صفر. absolute value بتاخد القيمة الموجبة. absolute value ال a في b بتساوي ال absolute value في a في ال absolute value في b، يعني absolute value في 3 في 5 هي absolute value 3 في absolute value في 5 في 15. ال absolute value a زائد b اقل من او تساوي الابسولوت فاليو الاي زائد الابسولوت فاليو البي، يعني عشان عندك رقمين ناقص واحد وواحد، الابسولوت فاليو ناقص واحد زائد واحد صفر، الابسولوت فاليو ناقص واحد بواحد، الابسولوت فاليو الواحد بواحد، يبقى صفر اقل من او تساوي 2 صح. خد اي رقمين تاني مثلا سالب 2 و3، absolute value ناقص 2 زائد 3 بواحد يبقى واحد، absolute value بتاع واحد ناقص 2 ب2، absolute value 3 ب3 5 يبقى واحد اقل من 5. الكلام ده صح تمام. absolute value لإيه بتساوي الابسولوت فاليو ناقص ايه، لان الابسولوت فاليو بناخد القيمه الموجبه بس، يبقى الابسولوت فاليو لتلاته هي الابسولوت فاليو ناقص 3، لان القيمتين هيطلعوا 3. اكس ناقص ايه بتساوي ايه ناقص اكس، يعني اكس ناقص 2 الابسولوت فاليو لاكس ناقص 2 بتساوي الابسولوت فاليو 2 ناقص اكس، الابسولوت فاليو لاكس بتساوي سي، يبقى اكس يا بتساوي سي يا اكس بتساوي ناقص سي. الابسولوت فاليو لاي بتساوي الابسولوت فاليو لبي، معنى كده ان اي بتساوي بي او اي بتساوي ماينس بي، وده طبيعي. فور اني ريال نمبر الابسولوت فاليو سكوير بتساوي اي سكوير، يعني الابسولوت فاليو ناقص 2 سكوير ناقص 2 الابسولوت فاليو 2، 2 اس 2 بكام؟ ب4. الابسولوت فاليو دي مهمه، دي الابسولوت فاليو لجذر اي سكوير بتساوي الابسولوت فاليو ايه، لان ايه اصلا هتبقى زائد او ناقص، يعني ايه هتبقى زائد او ناقص، يعني لو ايه هنفرضها مثلا ناقص 5 هتبقى ب 25 الجذر بتاعها ب5، لو ايه ب5 هتبقى ب25 والجذر بتاعها ب5. الابسولوت فاليو ناقص 25 ل5 ب5، الابسولوت فاليو ناقص 5 ب5، يعني دي هتجيب قيم موجبه ودي برضو هتجيب قيم موجبه. البروباتس ده مهمه، الجذر الروت سكوير فاليو الاي سكوير بيساوي الابسولوت لايه، لان الاثنين هيطلعوا قيمه موجبه. الروت سكوير لاي سكوير بيساوي الابسولوت فاليو لايه،
طبعا عارفين ان النمز ده هو الابسوليوت يعني. 5 سكوير بتساوي الابسوليوت فاليو 5 ب 5. بوبات 7 ده مهم، الابسوليوت فاليو لاكس بتساوي اكس، معنى كان اكس بتتراوح من صفر لما نهايه. الابسوليوت فاليو صفر بتساوي صفر، الابسوليوت فاليو من واحد بتساوي واحد، الابسوليوت فاليو لاتنين باتنين، الابسوليوت فاليو بتلاتة بتلاتة، الابسوليوت فاليو خمسة بتساوي خمسة، الابسوليوت فاليو ما نهاية ما نهاية. طيب التانية برضه بوابات 7 و 8 مهمة، اف اكس الابسوليوت فاليو بتساوي ناقص اكس يبقى اكس بتساوي ماينس لغاية الانتجرال من ماينس لزيرو. لو اكس بناقص واحد بواحد يبقى واحد ابسولوت فاليو واحد واحد، يبقى واحد بتساوي ناقص واحد بتساوي ناقص واحد. تمام، ابسولوت فاليو ناقص اتنين بتساوي ناقص اتنين. تمام، ابسولوت فاليو لو اكس بناقص تلاتة هنا هتبقى تلاتة، وهنا ناقص ناقص تلاتة بتلاتة لغاية كده. يبقى الابسولوت فاليو الابسولوت فاليو بتساوي اكس، then x تنتمي belongs to الانترفال من زيرو لما نهاية. و if x absolute value بتساوي ناقص x يبقى x belongs to interval من ناقص infinity لزيرو. ناخد example الاول، هنحل الاكويشن in the form absolute value ax زائد b بتساوي constant. على سبيل المثال absolute value x ناقص 2 بتساوي 3، x ناقص 2 هنحلها جرافيكال الاول اهي، ادي x ناقص 2 بتساوي 3 ادي 3. يبقى السوليوشن ست تقاطع التو جراف دول بيتقاطعوا هنا في 5 3 وناقص 1 و3، يبقى سوليوشن ست ناقص 1 و5. تمام، هنحلها جرافيكالي زي ما اتفقنا، هنحط اكس ناقص 2 اكبر من الزيرو واكس ناقص 2 اقل less than 0 اكبر من او يساوي 0 واقل من 0، ونحل الابسوليوت. يبقى ات اكس ناقص 2 greater than or equal 0، يبقى الابسوليوت فاليو اكس ناقص 2 بيساوي اكس ناقص 2 اهي بتساوي 3، يبقى اكس بتساوي 5. تمام، اكس بتساوي 5 اكبر من 2 يس اكبر من او تساوي 2، يبقى ده معانا في الحل. ناقص اكس زائد 2 ناقص اكس زائد 2 بتساوي ايكوال 3 3، هنا اكس ناقص 2 بتساوي 3 ده اول حل. هات اكس اصغر من 2 يبقى هنحط هنا ناقص، ناقص اكس زائد 2 بتساوي 3 ومنها اكس بتساوي ناقص 1. اكس ناقص 1 اقل من او اقل من 2 ايس اقل من 2، يبقى السوليوشن 6 عندي ناقص 1 و5. الاكزامبل تاني، الابسوليوت فاليو لاتنين اكس زائد تلاتة بتساوي اتنين، برضو هنحلها جرافيكالي وهنجيب منهم هنا الاوبشن الحل سهلة، او هنحلها الجبريكالي. هنقول اكس زائد تلاتة على اتنين اكبر من او تساوي صفر، ونحل ونجيب الكونديشن الاولاني، واكس زائد 3 على 2 اقل من 0، القيمه الموجبه هتبقى مع اكس زائد 3 على 2 اكبر من او تساوي 0. الابسولوت فاليو نفكه يبقى ناقص اكس ناقص 3 على 2 واكس زائد 3 على 2 اصغر من 0، يبقى اكس زائد 3 على 2 ات اكس بتساوي اكبر من او تساوي 3 على 2، يبقى اكس بتساوي ناقص 3 على 2.
يبقى اكس زائد تلاتة على اتنين بتساوي واحد. هنعوض باكس بناقص، هنجيب قيمة اكس، اسف هنجيب قيمة اكس، اكس هتبقى بتساوي واحد ناقص تلاتة على اتنين بناقص نص، ناقص نص دي اكبر من ناقص تلاتة على اتنين يس، يبقى ده معانا في السوليوشنز. هات اكس بتساوي ناقص تلاتة على اتنين اللي هي التانية دي، هيبقى اكس ناقص تلاتة على اتنين هنعمل لها سمبليفيكيشن، هتبقى اكس بتساوي ناقص خمسة على اتنين، ناقص خمسة على اتنين اصغر من ناقص تلاتة على اتنين يس، يبقى السوليوشن ست ناقص نص وناقص خمسة على اتنين. يبقى احنا خدنا السولفنج ابسولوت فاليو ايكويشن ان ذا فورم ax زائد b بتساوي كونستانت هي c، ونحط القيمه اللي جوه الابسولوت فاليو نقسمها حاجتين، نقسمها حاجتين يعني اكس ناقص اتنين لو هي اكبر من جريتر ذان او ايكوال صفر اهي، ونخلي القيمة الموجبة بتاعتها يبقى اكس ناقص اتنين تنزل ما هي، والتانية حاجة نقول اكس ناقص اتنين اصغر من الزيرو، ونحط النيجاتيف فاليو للابسولوت فاليو كده، الابسولوت فاليو يبقى ناقص اكس ناقص ناقص اتنين بزائد اتنين، ونقول اكس ناقص اتنين بتساوي واحد ونجيب قيمة اكس، وناقص اكس زائد اتنين بتساوي واحد ونجيب قيمة اكس. وفي الحالتين الاولانية بتشوف لو جبنا قيمة اكس وحققت الكونديشن دول بنقبلها، والحالة التانية بنجيب قيمة اكس لو حققت الكونديشن ده بنقبلها. على سبيل هنا اكس طلعت في الكونديشن الاولاني ده تساوي خمسة، خمسة أكبر من أو تساوي اتنين يس، يبقى في السوليوشن ست بتاعتنا. لما حطينا ناقص إكس زائد اتنين بتساوي تلاتة، هيبقى إكس بتساوي ناقص واحد، ناقص واحد أقل من اتنين بتساتسفاي الإيكويشن دوا، يبقى بناخدها معانا في السوليوشن ست. ده باختصار الطريقة الأولانية بتحل الأبسوليوت فاليو إن ذا فورم AX زائد B بتساوي C، AX زائد B بتساوي C. تاني حاجة in the form AX absolute value AX زائد B بتساوي absolute بتساوي AX زائد D. نفس طريقة الحل، هنحط الاكس ناقص طبعا جرافيكالي انت مش هتتغير، هنحلها جرافيكالي عادي، ادي جرافيكالي اف اوف اكس اللي هي بتساوي اكس ناقص اتنين، وجي والتانية جي اكس بتساوي اكس زائد اربعة بانترسكشن في بوينتس، يبقى هي دي سوليوشن ست ات اكس ناقص اكس بتساوي ناقص اتنين ناقص واحد. تمام، الجرافيكالي بقى بنفس الطريقة هيبقى اكس ناقص اتنين اكبر من القيمة اللي جنب اللي جوه الابسولوت دي اكبر من او تساوي اتنين اهي، يعني اكس اكبر من اتنين، والقيمة اللي جوه الابسولوت دي اقل من او تساوي زيرو، يعني اكس اقل من زيرو بس، اسف اقل من زيرو بس، يبقى اكس اقل من زيرو، هنا اكس اكبر من او تساوي زيرو، وتمام. وتحول وتجيب الابسولوت فاليو دي في الموجب، يبقى اكس ناقص اتنين بتساوي قيمة اكس زائد اربعة، ومن هنا اكس بتساوي هنا ناقص اتنين بتساوي ناقص اربعة، يبقى دي ريفيوزد محققتش الكونديشن دوا. طيب هات اكس بتساوي اصغر من اتنين، يبقى ناقص اكس زائد اتنين بتساوي اكس زائد اربعة، اكس تساوي ناقص واحد، ناقص واحد اقل من اتنين، يبقى ده احنا عايزينه، يبقى السوليوشن ست هنا تساوي ناقص واحد.
احنا خدنا حالتين، لو الابسولوت فاليو اي اكس زائد دي بتساوي كونستانت، دي الحاله الاولانيه وفهمناها بتتحل ازاي. بنقول ناخد القيمه اللي جوه الابسولوت فاليو ونوزعها اكبر من او تساوي صفر او اقل من او تساوي صفر، وبناخد الاكبر من او تساوي صفر دي ونقول ان هي بتساوي اي اكس زائد بي، والقيمه اللي هي اصغر من بالصفر بنقول ناقص ناخد القيمه السالبه للابسولوت فاليو ونقول ان هي بتساوي سي، ومنها نجيب قيمتين سي. لو القيمتين دول لو القيمه الاولانيه حققت الكونديشن الاولانيه اللي هي الاكس اي اكس زائد بي اكبر من او تساوي سي بنقبلها، لو القيمه الثانيه حققت ان اي اكس زائد بي اصغر من صفر بنقبلها. يبقى ده كان الفورم الاولاني اللي هو اي اكس زائد بي بتساوي سي. تاني فورم احنا خدناها اي اكس زائد بي بتساوي سي اكس زائد دي بس من غير ابسولوت، وكان محلها بنفس الطريقه ان نجيب اي اكس زائد بي اكبر من او تساوي زيرو، واي اكس زائد بي اصغر من زيرو بس في القيمه السالبه للابسولوت ونحلها. ولو حققت التو كونديشنز بنقبلها. النبادي بنقول ان هي ابسولوت بي ايكوال ابسولوت. الطريقه دي اسهل بكتير. طبعا الجرافيكال مش هتفرق، ادي الاولانيه اهي وادي الداله الثانيه اهي وبينترسكتوا في النقطه دي، يبقى دي بينترسكتوا في التو بوينت دول ناقص اتنين وناقص اربعة، يبقى ده السوليوشن ست. ترسم التو فانكشن ويتقطعوا في نقطتين اهما دي ودي، يبقى السوليوشن ست ناقص اتنين وناقص اربعة. الجرافيكالي مفيش مشاكل، هنحلها بقى الجرافيكالي. اهدي الصورة التالتة اللي احنا ناخدها، الابسولوت بيساوي ابسولوت. بنقول ان تلاتة اكس زائد سبعة بتساوي كده، بنقول ان تلاتة اكس زائد سبعة بتساوي زائد مرة القيمة الموجبة لاتنين اكس زائد تلاتة ونجيب منها قيمة اكس، ومرة تلاتة اكس زائد سبعة بتساوي القيمة السالبة اللي هي ناقص اتنين اكس ناقص تلاتة ونجيب قيمة منها اكس. هنحلها كده ونشوف. يبقى 3 اكس زائد 7 وناخد القيمه الموجبه 3 اكس زائد 7 بتساوي للابسولوت فاليو 2 اكس زائد 3، ومنها اكس هنلاقيها بتساوي ناقص 4، والمره الثانيه 3 اكس زائد 7 بتساوي ناقص 2 اكس ناقص 3 ناقص 2 اكس ناقص 3، ومنها اكس هتلاقيها بناقص 2. يبقى السوليوشن 6 عندي بناقص 2 وناقص 4. هناخد بعض الاكزامبل. الابسولوت فاليو 3 اكس ناقص 9 ناقص الابسولوت فاليو 3 ناقص اكس بتساوي 10. هناخد 3 كومن فاكتور، بس اكس ناقص 3 الابسولوت فاليو اكس ناقص 3 ناقص 3 ناقص اكس هي اكس ناقص 3 من بروبارتس اوف الابسولوت فاليو، يعني 3 ناقص اكس هي اكس ناقص 3 من خواص الابسولوت فاليو. اكس ناقص اي بتساوي اي ناقص اكس، الابسولوت فاليو اكس ناقص اي بتساوي الابسولوت فاليو لاي ناقص اكس. هناخد 3 اكس 3 اي ابسولوت فاليو اكس ناقص 3 ناقص اكس ناقص 3 بتساوي 2 اكس ناقص 3، يبقى اكس ناقص 3 بتساوي نقسم على 2 هيبقى الابسولوت فاليو اكس ناقص 3 بتساوي 5. ده ان ذا فورم اي اكس زائد بي بتساوي كونستانت. هنحلها عادي، نقول لما اكس ناقص 3 اكبر من او تساوي صفر واكس ناقص 3 اصغر من زيرو ونجيب قيمه اكس هتطلع ب 8 وناقص 2. حل عادي جدا زي ما حلناه قبل كده. بعد كده المساله اللي بعد كده، اكس سكوير ناقص 4 اكس زائد 4 زائد اكس بتساوي 10. هنحط اكس الناحية التانية، اكس سكوير ناقص 4 اكس زائد نعملها فاكتورايزيشن تساوي اكس ناقص 2 ومن براكت كل سكوير. تمام، من
من خواص خصائص البروبارتس بتاعه الابسولوت فاليو السكوير فاليو لاي قيمه سكوير بتساوي الابسولوت فاليو اللي تحت القيمه ديه، يبقى تساوي الابسولوت فاليو الاكس ناقص 2. يعني الابسولوت فاليو الاكس ناقص 2 بتساوي السكوير روت الاكس ناقص 2 كل سكوير. يعني بروبارتس اوف ابسولوت فاليو هقولها لك، الابسولوت فاليو الروت من سكوير ل ا سكوير بتساوي الابسولوت فاليو ل ا بالت رقم 6. تمام، يبقى ابسولوت السكوير روت لاكس ناقص 2 سكوير بتساوي الابسولوت فاليو لاكس ناقص 2 بتساوي 10 ناقص اكس، ده ان ذا فورم اي اكس زائد بي بتساوي سي اكس زائد دي. بناخد اكس ناقص 2 اكبر من او تساوي 0 واكس ناقص 2 اقل من 0 ونحلها عادي جدا بالطريقه بتاعتنا. نقول لما اكس اكبر من او تساوي 2 يبقى اكس ناقص 2 بتساوي القيمه الموجبه بتساوي 10 ناقص اكس، ومنها اكس بتساوي 6. هنا لما اكس اقل من 2 يبقى ناقص اكس زائد 2 بتساوي 10 ناقص اكس، ومنها هنا ده هنرفيوز لان مش معقوله 2 بتساوي 10، يبقى ده ريفيوز، يبقى السوليوشن 6 عندنا اكس بتساوي 6. الابسولوت فاليو لو تفتكروا الابسولوت فاليو لاكس بتساوي اكس لما اكس اكبر من او تساوي صفر، وتساوي ناقص اكس لما اكس اقل من صفر. هنعوض عن اكس هنا مره باكس ومره بناقص اكس، اهي باكس ومره بناقص اكس، ونحلها لما اكس اكبر من او تساوي صفر ومره لما اكس اقل من صفر. لما اكس اكبر من او تساوي صفر يبقى اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 28 بتساوي صفر. هنعمل لها فاكتورايزيشن، يبقى اكس ناقص 4 ناقص 7 واكس زائد 4، هيبقى اكس بتساوي 7 واكس بتساوي ناقص 4. 7 اكبر من 0 ساتسفايد بنقبل ال 7. اكس بتساوي ناقص 4 مش ناقص 4 مش اكبر من او تساوي 0 بنفيوزها، يبقى الاكس هنا بتساوي 7 بنقبلها. ده لما اكس بتساوي اكبر من 0. طب هو وين اكس اقل من الصفر؟ يبقى اكس تربيع ناقص زائد 3 اكس ناقص 7 بتساوي صفر. هنعمل لها فاكتورايزيشن، يبقى اكس بتساوي ناقص 7 واكس بتساوي 4. ناقص 7 اكبر اقل من الصفر صح، يعني less than 0 بنقبلها. 4 اصغر من الصفر، لا مش اصغر من الصفر بنرفضها، يبقى السوليوشن 6 7 وناقص 7. الجزء الثاني دوا الجزء التالت ده في المسألة دي اللي ممكن نحلها بطريقة تانية، نقول ان اكس سكوير بتساوي الابسولوت فاليو لاكس سكوير او بتساوي الابسولوت فاليو لاكس سكوير، الابسولوت فاليو لاكس سكوير او الابسولوت فاليو سكوير للاكس من البروبارت بتاع الابسولوت. اقولها لك، الابسولوت فاليو براكت الابسولوت فاليو ال A سكوير بتساوي A سكوير. يبقى ممكن نشيل اكس سكوير ونحط الابسولوت فاليو سكوير ناقص 3 ابسولوت فاليو الاكس ناقص 28 بتساوي صفر. هنعمل لها فاكتورايزيشنز،
هيبقى absolute value بتساوي 7، وال absolute value بتساوي ناقص 4. ال absolute value بتساوي ناقص 4 refused، لأن ال absolute value كلها موجبة، مفيش حاجة اسمها absolute value سالبة. أي قيمة ال absolute value لازم تكون موجبة، ال absolute value لازم تكون موجبة، ال absolute value لازم تكون موجبة. ماشي، يبقى absolute value ال x بتساوي 7 هنقبلها، absolute value x بتساوي 7 يعني x بتساوي زائد او ناقص 7، يبقى solution 6 زائد او ناقص 7.